صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد، يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. النهارده انا رايح السوبر ماركت، مش هشتري حاجات كتيره بس عاوز اوريكم بعض الاشياء داخل السوبر ماركت. لو حضرتك جاي على اوكرانيا خلي بالك من الحاجات اللي انا هشاور لك عليها او هسلط لك الضوء عليها. نبدا حلقتنا على بركه الله. بس لو بتشوفني لاول مره اتمنى تشترك في القناه، اتمنى تقول تعليقك المحترم المهذب الجميل، اتمنى تعمل لايك للفيديو. يلا بينا. نصيحه للاخوه العرب اللي بيبقوا جايين على اوكرانيا، خلي بالك الحاجات دي كحوليات. بص 3.5% دي هتلاقيهم كاتبين لك عليها، تخلي بالك الحاجات دي ما تشتريهاش لان دي بيره، فاهم؟ كل دي بيره، الحاجات دي بيره كلها، بيره. كل دي بيره 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 اهي. خلي بالك، بص ازازه البيره ب 17 جنيه ولا 18 جنيه اهي. ممكن انت تحسبها ازازه عصير، يعني دي ممكن حد يتغش فيها ويحسبها. دي شايف لونها؟ طبعا مش لون البيره ولا حاجه، لكن هو بص لما بتيجي تحت بيبقى كاتب لك عليها 3.5% اهي، شايفها؟ تحت صباعي بيكتب لك عليها، ما بيغشكش وما بيسقكش غصب عنك، فاهم؟ وطبعا ده موضوع عند الناس كلها، خلي بالك كبيره اهي برضو. خلي بالك بقى في عبوات زي دي، ماشي؟ اهو بص شايف اشكال كتيره قوي قوي عبوات اهي. ده بصوا المكان اللي فيها البيره، بصوا طبعا حاجات اهي، بص حاجات اللي هي الكنزات كده اللي انتوا يعني في بعض الناس ممكن يكونوا عارفينها يعني. كل ده بيرات، ماشي؟ بيره اهي ثانيه، واخد بالك؟ شركات كتيره قوي قوي قوي، ورخيص. بص يعني دي ب 16 جريفن ولا 17 جريفن، بالنسبه للاسعار اللي موجوده يعني ده ب 14 جريفن، ماشي؟ كلام فارغ يعني. كل ده بيره وحاجات كتيره قوي، ماشي؟ بص بقى الشمبانيا ب 78 جريفن، 79 جريفن، 109، ماشي؟ 112، 122، واخد بالك؟ 200 معرفش، و29 و30، ماشي؟ بص 75 او 76 جريفن برضه. في حاجات اهي غاليه بقى بامتنات و100 ومعرفش وكام وبتاع، في حاجات اهي داخله في الميات اهي، عدت الميات، 150 جريفن اهو الحاجات دي، ماشي؟ العبوه دي ب 108 جريفن، عليها خصم اهم، عاملين عليها خصم 100 جريفن اهو. عبوه ايه؟ او ازازه، عفوا معلش بتلخبط بقى لما اقول عبوه وازازه، ماشي؟ يعني الحاجات دي موجوده. كل دي خمره يا جماعه، ربنا يكفينا ويكفيكم شر البلاوي. في ناس بتشرب والعياذ بالله بيبقوا مغيبين وموجودين كتير قوي، تلاقيه يجيب الحاجات دي ويمز بالزيتون، يمز بالسبانخ، يمز باي حاجه، المهم ايه؟ هو شمام. في ناس كده معلش، ما هو اللي يشرب وهو مسلم يبقى راجل مش محترم مش مؤدب، ما بيحترمش دينه. بصوا ب 128 ازازه الخمره دي، حاجات كتيره قوي اهي، 96، 100 ومعرفش وكام، 100 وكام. انا بصوا يا جماعه جبتكم هنا في القسم ده من باب العلم بالشيء ولا الجهل بيه، عشان انت تبقى عارف. يعني العبوه دي اهي مش كاتبين عليها سعر، ولكن دي ب 89 جريفن و90، يعني 90 جريفن كده، وهكذا زي ما انتم شايفين. كل ده بلاوي، ابعد عنكم. بصوا الطابور عامل ازاي، المكان حاجات 119 مكتوب عليه 95 جريفن، يعني بص عندهم حاجات كتيره قوي 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 الحاجات دي، وشركات رهيبه يعني ب 60 جريفن و80 قرش الازازه دي قد ايه، ماشي؟ ربنا يكفيكوا الشر يعني. 95 جريفن، بصوا الازازه دي ب 100 جريفن، شايفين قد ايه؟ بصوا قد ايه؟ عملاقه، بكلمك بجد عملاقه، يعني حاجات كتيره قوي. خلينا نروح مكان تاني، او خلينا نروح على الحاجات اللي هي المسليات بقى الخاصه بالحاجات دي. يعني عاوز تاكل شيبسي، شيبسي بقى بجميع الانواع اهو زي ما انت عاوز اهو. الاسعار زي ما انتم شايفين بقى، كل حاجه مكتوب عليها سعرها. لب معرفش ايه، هتلاقي حاجات سوداني سمشكي، لب اللي هو عباد الشمس ده بيحبوه قوي هنا، في بالملح وفي من غير ملح وهكذا، فاهم؟ حاجه كده اللي هو البقسماط اللي هو بيبقى بملح وهكذا، فاهم؟ سوداني اهو، ابواب صغيره زي ما انت عاوز، بالجبنه يعني غير الجبنه، ماشي؟ الجبنه برضو فستق اهو، العبوه دي بتسعه ب 50 جريفن، ماشي؟ في حاجات اغلى هتلاقي برضو حاجات اغلى وهكذا، هتلاقي حاجات كتيره قوي، اسماك، حاجات من السمك وبتاع، فاهم؟ كل دي قصه القصص دي كلها. يلا بينا نروح مكان ثاني. ده اللحم الخنزير، واخد بالك؟ سبحان الله تلاقي لونه باهت، لونه وردي كده، مش تلاقوش زي اللحمه البلدي بتاعتنا او اللحمه اللي هي البقري او الغنم او المعز، تلاقيه سبحان الله لونه فاتح وردي، شايف لونه؟ ده ربنا يكفيك الشر. في حاجات زي كده بتبقى غامقه بيبقوا حاطين عليها الوان وبتاع زي كده، واخد بالك؟
السوسيس اهو برضو، خلي بالك من الحاجات دي في السوبر ماركت ما تاكلش منها، فهمت؟ طبعا ده في حاجات هنا معموله اهي متبله جاهزه وبتاع. كل دي خنزير زي ما انت شايف اهو، ماشي؟ كل ده خنزير، فابعد عن الحاجات دي، كل ده معظمه خنزير، خلاص؟ روح مكان تاني. بص برضو هنا بيره برضو حاطينها لوحدها كتير قوي برضو، ما تتغشش فيها دي، حاجات دي زي ما قلت لك في اول الفيديو، الحاجات اللي هي دي، كل دي بيره، كل دي بيره، ماشي؟ كل ده بيره، بيره فوق، بص يعني شايفين دي؟ دي بيره، اوعى خلي بالك، خلي بالك من الحاجات دي، اوعى تشرب الكلام ده في الغربه عشان ربنا يكرمك اتقي الله. بص العبوه دي ب 23 جنيه، ابعد عن الكلام ده يا جماعه. يلا نروح مكان تاني، نروح سوبر ماركت اخر. عاوز برضو اوريكم الحاجات المحرمه بالنسبه لنا احنا كمسلمين. الحاجات دي يا جماعه هتلاقيها في السوبر ماركت وفي المحلات التجاريه داخل اوكرانيا، فخلي بالك منها عشان ربنا يكرمك، فهمت؟ يلا نروح سوبر ماركت اخر والله المستعان. اوعى تفتكر لما بتتقي الله ربنا ما بيقفش جنبك، ربنا بيقف جنبك دايما باستمرار عشان انت بتتقيه وبتخاف منه. في بعض الناس لما بتيجي على الغربه تبدا تشرب، تبدا تتعرف على بنات وتزني معاها، الحاجات دي حاول ان انت ما تعملهاش في الغربه، الحاجات دي هتضر اكتر من نفعها، فهمت؟ اتمنى تفهم كلامي صح. خلينا نخش السوبر ماركت ونشوف هنعمل ايه. بص برضو نفس القصه، احنا في سوبر ماركت مختلف، برضو الحاجات دي تخلي بالك منها. انا بعمل الفيديو ده عشان ربنا يرضى عنك وتنتبه عشان ما تقولش محدش قال لي، فانت شفت الفيديو فتخلي بالك. طبعا اسعار مختلفه، يعني زي ما انتوا شايفين، بصوا كل دي بيره، كل ده بيره، بصوا بيره 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 اهي، تاني اهي بيره، الرف مليان اهو الحاجات اللي هي كنزات اهي، كل ده بيره، ستيلا، حاجات كتيره قوي 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 زي ما انتوا شايفين، ماشي؟ كل ده بيره، الحاجات دي مش عصاير ولا مشروبات مون او لا لا، دي بيره داخل فيها كحول، فهمت؟ وهتلاقي كاتب لك على كل حاجه دي 7%، هي شايفها؟ وهكذا هتلاقيه بيكتب لك عليها كام في الميه كحول. طبعا حاجه زي حاجه كله، برضو ده الشيبسي والحاجات بتاعتها اللي الناس بتشتريها وتمز بيها اهو، فهمت؟ اهو كل ده اهو لب اهو، هتلاقيه في كل السوبر ماركت، ممكن ده عادي تشتريه وتاكله، واخد بالك؟ مش شرط ان انت تكون هتشتري عشان تمز بيه يعني، فاهم؟ وهكذا. خلينا نشوف حاجه تاني، بصوا الويسكي اهو، الحاجات دي بقى، فاهم؟ بص بدل دي، بص كل ده ويسكي، عاملين طبعا عليه حاجه عشان محدش يفتحه، عشان في احيانا بعض الناس السكرانين بييجوا يفتحوا الازاز دي ويشربوا منها. بكلمكم بجد، يعني هتلاقي في كل حته، كل ده ويسكي اهو، ماشي؟ قسم اخر في نفس القصه، مهتمين جدا بهذه الاشياء. طبعا الاسعار زي ما انتم شايفين اهو، انا مش بعرض اسعار ولا بعرض لكم منتجات، انا بقول لك ان ده موجود وفي متناول اليد، يعني 143 جريفن دي كلام فارغ، 100 جريفن و10 برضو كلام فارغ، الحاجات دي كلها اسعارها رخيصه، الخمور والبيره والكلام ده كله. انت كمغترب تتقي الله عشان ربنا يكرمك. انا دايما بعمل الفيديوهات دي يا جماعه عشان الناس الجداد اللي هيعيشوا في اوكرانيا يخلي بالهم، عشان ما يرجعش يقول لك اصل ما حدش قال لي، لا انا قلت لك ونبهت عليك وحذرتك عشان انت ما انتش عارف، زي ما انت شايف والاسعار زي ما انت شايف. قسم تاني الشمبانيا اهي، ماشي؟ ب 110 109 معرفش ايه، بص حاجات بقى كتيره جدا، انا والله ما بفهم في الحاجات دي اقسم بالله، ماشي؟ زي ما انت شايف الاسعار اهي، والسوبر ماركت مليان 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 مليان، بص مليان كله كله، علاوه على الثلاجات دي، يعني الموضوع مش، بص بيره برضه، بيره بيره بيره، كل ده بيره يا جماعه، فاهم؟ كل ده بيره، فخلي بالك هتخش الاماكن دي هتلاقي الحاجات دي موجوده، وانت خلي بالك منها عشان ربنا يكرمك. اسال قبل ما تشتري الحاجه، اسال ده بيره ولا لا، ده خمره ولا لا، وهكذا. دي مشتقات برضو خنزير، يعني بص هتلاقي في السوبر ماركت هتلاقي كل ده لحم خنزير. حاجات مشتقات من لحم الخنزير، بصوا لونه وردي مش لونه احمر زي اللحمه بتاعتنا، يعني بص كل المنتجات هتلاقيها فاتحه، فاهم؟ تخلي بالك منها، حاول ان انت ما تشتريش الحاجات دي من السوبر ماركت، زي ما انت شايف كل ده كل ده خنزير، فتخلي بالك منه، كل ده مشتقات الخنزير والحاجات دي، فهمت؟ يعني حاجات عشان انت تبقى عارف، وهم بيبقوا كاتبين لك عليها.
مكتب لك عليها كل حاجه زي ما انت شايف اهو. بص ماشي، بص الحاجات دي بصوا يا جماعه، دي بقى الحلويات، قسم صغير خالص، تورتات صغيره بيعملوها في نفس السوبر ماركت. بص زي ما انت شايف، يعني زي ما انت شايف فاهم، الحاجات المفيده ليك او تشتري الحاجات دي اللي هي مكرونات، حاجه تغذيك احسن ما تضيع فلوسك، رز سكر وهكذا احسن ما تضرك. برضو السمك، اشتري سمك ربنا يكرمك وتستفاد. اشتري طبق جمبري برضو ربنا يكرمك. اشتري فراخ اهيا ربنا يكرمك. السمك كتير فاهم، بيبس، سبرايت اهون، فانتا، الحاجات دي مش بيرة فهمت. بس برضو تسأل قبل ما تشتري لو ما انتش عارف، عشان في شركات كتيرة جدا وممكن تتلخبط، واخد بالك؟ خلي بالك ده شويبس طبعا معروف، ده مش بيرة، الحاجات دي مش بيرة، شايف كل ده مش بيرة، ده كوكاكولا وبيبس وسبرايت وبتاع حاجات ليمون وحاجات دي. بس ايه، الحاجات دي هتبقى رخيصة ومضرة، يعني مش هتبقى حلوة. خليك في البيبس، سبرايت، الفانتا، الحاجات المعروفة لينا احسن. دي مية معدنية عادي هتلاقيها عادي موجودة في السوبر ماركت برضه فاهم. يلا بينا، احنا طبعا ما اشتريناش حاجه من السوبر ماركت، ولكن انا جيت مخصوص عشان اوري لحضراتكم الحاجات المحرمه علينا كمسلمين ونحترس منها فاهم. يلا بينا نتكل على الله ونخرج بره الشارع. طبعا احنا رحنا اتنين سوبر ماركت. قالت النهارده يا جماعه انا نيتي الاولى والاخيره ان حضرتك تخلي بالك وانت جاي على اوكرانيا طالب وجاي لاول مره، تخلي بالك من هذه الاشياء. لو لقيت بعض زملائك في الجامعه بيشربوا ابعد عنهم. لو دخلت هذه المحلات التجارية أو السوبر ماركت احترس من هذه العبوات. دايما تسأل الناس حتى في السوبر ماركت هيقولك إن ده بيرة أو إن ده مش بيرة فهمت؟ أنا بحاول إن أنا أعرفك أشياء عن أوكرانيا، بعرفك الشيء الحلال والشيء الحرام. طبعا يا جماعة في السوبر ماركت هتلاقي كل الأشياء الموجودة، حتى لو لحم بقري مثلا أو دجاج هتلاقيه مش مدبوح على الشريعة. دي حاجة ترجع لك أنت تاكل من هذه الأشياء أو ما تاكلش. شوف المذهب بتاعك او العقيده بتاعتك الشيوخ فيها بيقولوا ايه، وتوكل على الله انت مصير على نفسك. مش حابب تاكل من هذه الاشياء اللي موجوده داخل السوبر ماركت اللي هي اللحوم البقري او المعز او الخرفان او الدجاج، حاول تدور على المحلات الحلال وتشتري منها وتاكل، وربنا يوسع عليك. اهم حاجه زي ما قلت لك في الفيديو ان انت تتقي الله، وزي ما قلت لحضراتكم كتير وهقولها لكم كتير، ان انا بعمل هذه الفيديوهات عشان حضرتك تاخد بالك، عشان حضرتك تحترس، عشان حضرتك تنتبع، عشان حضرتك تتقي الله في الغربة. صدقني والله الغربة لو ما اتقيتش فيها الله هيحصل لك كوارث، وهتقول ايه اللي بيحصل لي دون وانت اصلا السبب الاول والرئيسي ان انت ما بتتقيش ربنا. واحد صاحبك محتاج خدمة وقادر تعملها له في الغربة اعملها له، مش شرط يعني القصة ان احنا نخدم الناس او نخدم بعض لازم عشان المادة. لو لقيت حد مش عارف اوعى تضحك عليه، في قرش واحد، في جنيه واحد، في دولار واحد، ربنا هينتقم منك، انت مش هتبقى عارف جايلك منين العقاب. هتلاقي ناس بتتسلط عليك، ناس بتضايقك، بترزيك، بترزيك عشان انت ما بتتقيش الله. لو بتتقي الله والله ما حد هيكلمك. اتمنى فيديو النهارده يكون عجب حضراتكم، اتمنى لكم يوم سعيد، صباحكم ورد وعسل، خلي بالكم من نفسكم عرب، اشوفكم على خير، سلام عليكم.